ما بقيتش قد على الزنقة، أنا الزنقة دمرتني وخرجت لي على حياتي. دخشي أنا السدي الوليدات، راه كنقاف عليهم أنا الأم، أنا الأب، أنا كل شيء في الوقت هذا. إلا ما خرجتيش حطيتي لعمك في الشاطي ما كانش يعقل عليك. تلقى وقت فاش بغيتي تخدمي فيها ما كيقبلوش عليك، ولا قبلوا عليك كيطلبوا منك المقابل، خاصك ديري لهم شي حاجة باش تخدمي. السلام عليكم. بعدا السلام خوتي المغاربة داخل الوطن وخارج أرض الوطن، وجيتكم عاوتاني بفيديو واحد آخر، حيت عرفت راسي دايرة فيديوهات هما، ولكن أنا دايرة فيديوهات على قبل مستقبل ولادي وعلى قبل وليداتي، ما دايراش على قبل راسي. وأنا مليتهم كل ساعة مشوها وجي في فيديوهات على قبل باش نطلب الناس وباش نزوق الناس، بحالي وليت كنسعى لعباد الله باش يوكلوني وباش يشربوني وما لقياش الجهد. انا اختي دابا الفيديوهات كنديرهم، انا كنشوف واحد الناس كندير الفيديوهات باش الناس يساعدوني باش يوقفوا معايا، باش المحسنين يشوفوا من حالي، المسؤولين يشوفوا من حالي، كلشي يشوف من حالي. اختي كندير فيديوهات ما فهمتش، الناس كيهزوا الماريا كيعيطوا كيخسروا الهضره، كيصيفطوا لك فيديوهات خايبين، كيبداو يتمركنوا بيك، كيبداو بزاف ديال الحوايج. انا خسر الله اللي غالب، هذا الجهد ديال جهد الله. انا ما بقى انا ما كنخرج بهذا الفيديو، صافي تعييت حتى ما بقيتش عارفه فين غنمشي. ما حدايا لا والدي لا خوت لا صحاب لا حتى شي واحد، ما عندي حتى شي حد، كاينه انا والله وهاد الوليدات اللي عايشين. عندي اختي انا السدي الوليدات، راه كنقاف عليهم انا الام، انا الاب، انا كلشي فيهم. حتى شي واحد ما كيعطيني شي حاجه، حتى من جره هي الاخرى ما تجيش تدق عليك تعطيك. ما نكذبش على الله، من هاد الفيديوهات كامل اللي دات تعاونوني واحد ثلاثه ديال الناس، كنتمنى الا شافوا هاد الفيديو الله يجعل سيدي ربي يسهل عليهم، عاونوني بما قدوا. ولكن شحال قدك شقيت عيطي لبنادم تقول لي عطيني؟ انا ما بغيت حاجه، انا كنطلب من المسؤولين من المحسنين يديروا لي شي سكينه انا وهاد الوليدات فين نستقر، شي بيع او شريا. باغا نجمع وليداتي، باغا نتستر. انا عييت من الزنقه، انا ما بقيتش قد على الزنقه، انا الزنقه دمرتني وخرجت لي على حياتي. كل ما كنت غادا في الزنقه كنجي كنلقى راسي كل كيجي شهر كنلقى راسي حامله، كنولد كتجي 40 يوم كنلقى راسي حامله، كنعاوتاني كنولد كنلقى راسي حامله. شنو اختي هاد الولاد نعطيهم؟ نقتلهم اللحم من الزنقه؟ اختي كنت كنكون خدمه باش كنولد هاد الوليدات، ماشي ما عمر شي واحد تكرفس عليا، ما عمري نكذب على الله، كذوب على الله حرام. حيت اختي ما كنتش كنلقى منين ناكل، اللي كنمشي ندق عليه بابو كيسد عليا باب، يعني جميع البيبان كيتسدوا عليا. انا اختي كنشوف انا دابا انا ربي اللي انا ربي اللي قسم عليا الدراري، ما عندي ما ندير. انا فاش كنت باغا دابا بنادم كيعيب عليا على هاد الولاد، ودابا بلاتي نتوما المغاربة اللي كتعيبوا عليا انا والد الولاد بزاف، ومالي على هاد الولاد ومالي على هاد الحالة. واش انا ملي كنت كنموت بالجوع واش كان شي واحد كيجي يشوفني واش واكله ولا ما واكلاش؟ واش شي واحد كان كيشوفني واش عندي في الناس ولا ما عنديش؟ واش كان شي واحد كيشوفني باندي باش نتغطى ولا ما عنديش؟ حتى واحد ما كان كيشوفني. ملي كنت كنخرج من جبه ما ناكل، حتى كنصدق في وليدات، ربي عطاني نعمه من الدنيا، علاش غنحرم نحرمهم من الدنيا؟ ولا نحرم حنا تحرمنا من الدنيا باش غنحرم هاد الملائكه من الدنيا؟ راهو ما عويناتي هما دول اللي كنشوف بهم. واخا زد دابا تمحنت معاهم هما زدت تمحنت كثر، حيت ما كنلقاش اللي يعاوني، ما كنلقاش اللي يساعدني، حتى شي واحد ما كيصرف عليهم، ما كنلقاش منين نجيب لهم ما ناكل، الا ما خرجتش طلبت ما كنجيبش، لما مشيت تسيق تضرب جبل في ريال في السيمانه ما كنجيبش، اش غندير؟ عييت اختي، راه الله غالب ما بقاش ليا الجد، انا راني جدي لا جد الله، انا ما كنطلب من حتى شي حاجه. شحال من فيديو درت الفيديو الاول والثاني والثالث، انا ما عرفت واحد ما بغى يوقف معايا، علاش؟ انا ماشي بشر، انا ماشي بنادم، انا ربي اللي عالم بيا، انا باغا نعيش وليداتي احسن عيشه، باغاهم يلبسوا، باغاهم يقراوا، باغاهم ياكلوا، انا كنتعذب، انا كنتقطع.
خصني نخرج دابا هاد الوقت هذا، الا ما خرجتيش حطيتي لعمك في الشانطي ما كاينش اللي يعقل عليك. انت قاوك تمشي تبغي تخدمي فيها ما كيقبلوش عليك، ولا قبلوا عليك كيطلبوا منك المقابل، خاصك ديري لهم شي حاجه باش تخدمي عندهم. انا هاد الوليدات هما اللي مقويني، هما اللي موقفيني على رجلي، هما اللي بزاف منعوني بزاف ديال الحوايج، منعوني من الطريق الخايبه، منعوني من بزاف. واخا كلشي سد عليا باب، واخا حتى واحد ما كيتفكرني، حتى واحد ما كيعيط ليا، حتى من عائلتي ما بقاوش راضيين بيا، حتى واحد ما بقى باغيني بالولاد. اللي كتعيطي لي كيعرف عندك الدراري بزاف ما كيبغيكش، كيبلوكي يقول لك كيطفي عليك التليفون، كتخرجي عند الحانوت كطلبي على خبزه ولا كرطونه الحليب كيقول لك اختي انا راه ما كنكريديش، الوقت راه ميته، فين غنمشي اختي فين؟ انا عييت صافي، انا بعض المرات كيتغمضوا ليا عينيا كنبغي نشرك بالله، كنقول غنحرق راسي ونحرقهم نديهم معايا، ما عمري نخليهم ورايا، فين غنمشي بيهم اختي؟ المجتمع ضايع والزنقه ضيعه، وفين ما مشيتي كتشوفي الاختي طاف، الاختي صاب، الاختي لا لا عاد انا وانا وهاد الولاد، وباقيين صغار ولادي، باقيين صغار بزاف، ولاد عام واحد، ما عنديش اللي يشدهم ليا، ما عنديش اللي يوكلهم ليا، فين غنديهم؟ فين غنبقى ندور بيهم؟ شحال قد نبقى ندور بيهم؟ واش نبقى نتشكر انا وياهم في الزنقه؟ جوجي الاول اختي داز عليا العذاب، كنت تزوجت صغير عندي 13 عام، ووالده بنيه الكبيره مع راجلي دابا عندها 13 عام حتى هي، عندها هذا العام السابع ان شاء الله، وما قريتهاش كاع في السادس حيت ما كانتش عندي الامكانيات، وراجل اختي تكرفص معاه كان كيقمر وكيشرب وما كانش كيعطيني لا فلوس لا والو. صافي تفارقت معاه، ملي تفارقت معاه جيت لعشت هنا في كازا صغيره قصيد، دوزت نعست في الزنقه تكرفص، بروفيتاو فيا، وحنا كوميم كنعرفوا كازا اش كتسوى، راه الا ما نهشوش في لحمك راه ما تعيشيش معاهم. بزاف ديال الوقت 17 عام دابا، كنتي مازال صغيرة؟ باقا صغيرة، ضاعت مني الأنوثة ديالي، ضاع صغري، ضاع شحال من حاجة كنت كنتمناه ما درتهاش، كنت كنشوف شي درية لابسة أنا كنت كنبغي نلبس، ما كانوش الإمكانيات، كنت كنبغي نتصاحب مع الدريات، ما كانوش، ما عرفتش علاش ما كيبغي حتى واحد يمشي معايا في الطريق، واخا ما فيا حتى شي حاجه زعما اللي غنقول تعب، ولا شي وحده اللي مسمومه، ولا شي وحده اللي انانيه، ملي كنبغي ما كيبغينيش، اللي كنتعلق به كيتهربوا مني، عندي الفلوس يبغيوني، ما عنديش الفلوس ما يبغيونيش. المجتمع ديالنا كله لا عايش بالفلوس، عندك يقبلوا عليك ما عندكش ما يقبلوش عليك، حنا ولينا عارفه راس كازا راه دايره بحال الذياب، كازا فيها غير الذياب، فين ما مشيتي كينهشولك في لحمك، عندك تعيشي ما عندكش ما تعيشيش، شي لا ما عندكش راه كيصدموا عليك في الارض بحال شي كلبه، يبقاو يعايروا كثيره الموسخه، ما كتقاديش مطلب، ما كتقاديش من هادي، راه كل واحد الله اللي عالم به، راه كل واحد ربي اللي مطالع به. شي واحد ما بقاش عندي معاه شي علاقه، حتى من عائلتي تقاطعت معاهم العلاقه على قبل ولادي، حيت ما بقاش واحد كيبغيني بولادي، بحال اللي دابا نقول لك كيعايروني كيستهزئوا مني، والدة ولاد ماشي شرعيين، فهمتي حاشا كنت مسخة ديال الزنقة، بزاف ديال الحوايج، وانا كيزيدو الناس تا هما يكملو عليا، كيبداو يعيطو ليا، باغين نتعرفو، باغين نتزوجو، باغين نادي، كيبداو يتمركنو بيا، وكيبداو يضحكو عليا، كيبداو يعايروني في كومونتيرات، راه اللي مخرج من الدنيا مخرج مع قايبة، راه انا ربي قسم عليا هادشي ما عندي ما ندير، الدنيا راه كدور، يقدر ربي يحن عليا ما تعرف، ولكن شفت الاخر ديال بنادم كي غادي يكون. حشومه بزاف بنادم اللي هضره فيه وكيبقى يهضر في اعراض الناس، المجتمع راه خصو يرحمنا، راه خصو يشوف مالنا، خصو يشوف شطارينا، خصو يشوف جدوزنا في صغرنا، خصو يشوف جدوزنا في كبرنا، انا ملي كنا كنخرجوا الزنقه راه جناو كانوا كيتهزوا يتحطوا علينا، وكنا الحمد لله كنا كنتسلكوا ربي كان كيسلكنا، علاش؟ حيت قلبنا مزيان. بنادم ما كيهضر، واش اختي مراه ولدات ولا حت ولدها مشكله؟ مراه خصها الذبيحه، خصها القتيله، ما مزياناش، راه مسكينه ما لاقيهاش الامكانيات باش توكل ديك الدري وباش تشربوا باش تعيشوا، راه موظفين تقارو، راه رجاله تقارو، كلشي تقار،
لا عاد انا اللي عندي زاد الولاد، ما ولدتي مشكله، ما ولدتيش مشكلتين، ما كتولدش، ولدتي وعطيتي هي باعت ولدها ما عندهاش الكبده، لا حتو هي خص دير ما الذبيحه، هي خصها هي خصها، قابلتيهم وحضنتي عليهم وجمعتيهم، مالكي انت على هاد الولاد، مالك على هاد الشيء، بزاف عيقوا، عيق المغاربه عيقوا بزاف. عيقوا تم المسؤولين ما بقاوش يحسوا بينا، تم المسؤولين بقاو يعرفونا واش واكلين واش شاربين، شي كياكل فخول مسلم شي كيناش فخول مسلم شي كيقتل شي كيغتصب شي كيتكرفش شي فينا هما هاد المسؤولين فينا؟ علاش حنا ما ديرناش بحال الدول الاوروبيه؟ علاش 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 الدول الاوروبيه كيخلصوهم على وليداتهم، كيتعاملوا معاهم كيخلصوهم اللي ما خدامينش، دايرين لهم خدامه عاطين لهم حقوق ديالهم، كيمشيو للسبيطار كيعطيوهم قيمه، كيمشيو للكوميساريه كيعطيوهم قيمه، حنا ما كيعطيوناش قيمه، حنا حاجه دايرين لنا بحال الكلاب بحال اليهود، ما كيعطيوناش كاع القيمه بصفه نهائيه. تمشي للطبيب ما عندكش باش ادي تدخلي دوزي لولدك ولا بنتك، تنوضي تناقش معاهم مجرد نقاش بسيط، كينوضو يسبو فيك ويعايرو، ومني كتنوضي الدار تخاصمي معاهم كيردوك انت اللي ما مزياناش، ماشي هما اللي ما مزيانينش، تا بوليتي الا تناقشتي معاه كيردك انت اللي ما مزياناش، وهو اللي كيولي مزيان. كلشي راه فيه الطبيب فيه 12 شهاد، بوليتي فيه 12 شهاد، حنا ناس ضعاف اش فينا؟ شنو فينا؟ ما فينا والو، ما عندناش ما فينا والو، ما عندناش حدا اللي يكون في دارنا واللي يوقف معنا واللي يساندنا واللي نحتاجو بزاف د الحاجه نوقفوا ليها. فين هما الجمعيات اللي كيبينوا في التلفازات؟ جمعيات عشرتهم كاملين مشيت ليهم وطالبت وهذا وما وقفوش معايا. كذب عليك كذب لي يقول لك الجمعيات، راه الله دابا مؤخرا ولاو كيخرجوا كيقول لك الجمعيات ولاو يوقفوا، الجمعيات ولاو يهضروا، الجمعيات ولاو يقولوا، هادشي كامل راه غير نفاق وكذوب. اختي كلشي كينافق في خوه المسلم، كلشي. هيا ملي كتجي وقيتها دابا شحال من واحد في المغاربه قال لك حنا ما ننتخبوش حنا ما نديروش، هما ما عندهمش ما ياكلوا ولاو بز منهم غينتخبوا، علاش؟ كانوا ديك الخطره كانوا عطاوهم 4000 دابا راه عاطينهم 8000 باش ينتخبوا عليهم. انتخب على حتى واحد اختي، جاو جاو ينتخبوا ما بغيناش، حنا ما بغيناش نتقيدوا اصلا ما بغيناش، علاش؟ حيت ملي كنحتاجوهم كاع ما كنلقاوهم، حيت هما ملي كيوصلوا ويطلعوا صافي ما كتبقايش تشوفي وجوههم، كيسدوا عليك بابهم، ملي كتمشي توقفي لهم في الباب المقاطعه ولا باب البلديه وكتسناي المسؤول ولا تسناي شي واحد كيخليوك مليحه بحال شي كلبه، وكيخرجوا هما من باب من باب اخر من قنت اخر كيخرجوا. بالخصوص انا دابا عندي لاكاد ديال فاس ماشي ديال كازا، شحال من حاجه كنبغي انا في مقاطعه ما كيبغيوش يعطيوها ليا، ولدت في السبيطار كنمشي نبغي نصوب كارني ولدي ما كيبغيوش يعطيوني، كيقولوا لي انت محسوباش علينا، علاش انا ماشي مغربيه مواطنه؟ حيت عندي لاكارت ديال فاس. بزاف حنا شوفي الاولى والثانيه كنقولوا الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، والحمد لله مؤمنين بالله وكنامنوا بالله وخدرنا شي حوايج خايبين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسانك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masanktv.ma.